تجلس نساء العسكريين اللبنانيين المخطوفين في القلمون السوري على قارعة الطريق في وسط العاصمة اللبنانية، تتعلقن بحبال أمل متأرجحة لا سيما بعد انسحاب دولة قطر من ملف التفاوض. بعض الأمهات أعلن أنهن سيتجهن إلى القلمون للانضمام إلى أبنائهن المختطفين. 600 للأسرة بدها تطلب موعد مع الجهة الخطفي مع المسلحين، نحن رايحين لعنده. انسحاب قطر من ملف التفاوض يأتي عقب عدم حسم الحكومة اللبنانية لخيارها في مبدأ المقايضة مع موقفين إسلاميين لديها، فيما بدأ الأهالي يطالبون الحكومة الانتقال إلى خطة جديدة. أملنا كبير نحن بأنه ترجع تتدخل هيئة العلماء المسلمين لأنه قادرة بمطرح معين تلعب دور إنساني. لدخولها على خط التفاوض مجددا تشترط هيئة العلماء المسلمين تكليفها رسميا بهذا الملف وإطلاق سراح النساء الموقوفات والأطفال مقابل وقف التهديدات بقتل العسكريين كبادرة حسن نية. وبدورها تؤكد الحكومة استمرارها العمل بسرية لإنهاء هذه الأزمة. العمل دقيق دؤوب سري لأنه الملف في غاية الأهمية بغاية الدقة وبغاية الخطورة. نحن قلنا المفاوضة للوصول إلى هدف، الهدف إطلاق سراحهم، إذا كان بالمقايضة نحن مع المقايضة وكنا أول من نادى بالمقايضة لإنهاء هذا الملف. وقد حضر وفد من الفنانين اللبنانيين للتضامن مع أهالي العسكريين المعتصمين في وسط بيروت. حقيقة ما بعتقد فينا نعمل شيء أو رح فينا نعمل شيء، نحن هيك جايين بس تنقلهم أن نحن حاسين معهم. لا يزال الأهالي يلتزمون التهدئة وعدم تصعيد تحركاتهم ويطالبون الحكومة بتحرك حاسم لإزالة السيف المسلط على رقاب أبنائهم منذ 5 أشهر. لا تخفي الحكومة اللبنانية الوضع المعقد الذي وصلت إليه الأمور، وفيما يؤكد أطرافها العمل بشتى الوسائل للوصول إلى تحرير العسكريين، إلا أنها اليوم بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية وبناء استراتيجية جديدة تكون متوافقة مع الوضع الجديد. منير الربيع، سكاي نيوز عربية، بيروت.